مخطوط هاد الدور 12 كانت عندها عده دلالات. الدلالات هو زياده في عدد العارضين. هذا العام تقريبا كاينه واحد 50 عارض مختلف مدن المملكه، خريبكا، مراكش، الدار البيضاء، سطات. وهذا نتيجة لعده اعتبارات. هو المجهود الكبير اللي كيبذلوا هذوك التبيين باش يعرضوا واحد تقريبا ما يفوق 200 الف عنوان جميع التخصصات العربيه انجليزيه باثمنه زاهده، وفي منطقه اللي الاغلبيه ديال الساكنه هم ناس بسطاء، لان الكتاب كيبدا من 2 دراهم 3 دراهم. الاهتمام ديالنا في الدرجه الاولى وهي نوصلوا الكتاب الى اكبر عدد، والاثمنه تتناسب يعني ما بين 3 دراهم الى ما فوق. من ناحيه التخصصات، فالتخصصات كاين الاداب، التاريخ، فلسفه، العلوم، يعني بزاف المسائل هنا جايبينها على اساس فهمتيني باش القراء فهمتيني جميع الاهتمامات وجميع الشرائح ديال المجتمع فهمتيني. هذا هو السبب علاش حنا متواجدين هنا، وعندنا بعد المكتبه الدخائن المغرب تتمتاز بعده كتب بما فيها التراث، يعني الكتب اللي مفقوده بشكل نهائي تتلقى متواجده عندنا. هي من ناحية التقريب، فعود مثلا غادي يمشي لهاد المكتبة ويمشي لهاد المكتبة، يعني هنا تلقى كل شيء متوفر، وتا الأثمنة مناسبة كما تتشوفوا هنا، كاين 3 دراهم 5 دراهم، يعني جميع شرائح المجتمع تقرا. وفي الحقيقة الدار البيضاء مدينة ديال أزيد من 6 ملايين نسمة، هي معرض صحيح جدا أنه ينظم المعرض الدولي كل سنة، ولكن اعتقد بان المدينه اللي بلغت الساكنه ديالها هذه النسبه هذه محتاجه اكثر من معرض. ومن هذه الزاويه كتجي هذه التظاهره الثقافيه ديال المعرض الوطني للكتاب المستعمل، اللي كما كتشاهدوا الكتب كتراوح الاثمنه ديالها من درهمين 3 دراهم 20 درهم 40 درهم، يعني اثمنه بالنسبه للمجتمع البيضاوي هي اثمنه مناسبه، وبالتالي هي فرصه لتقريب الثقافه من المواطنين، على اعتبار ان هذه المعارض كما كتشوفوا يمكن يعني مفتوحه بدون اسوار، وبالتالي هنا فرصه ان الثقافه تعانق الاطفال، تعانق الشيوخ، تعانق النساء، تعانق كل فئات وطبقات المجتمع.